دلوقتي مشاهدينا نروح لاميا عشان نتابع معاها ابرز اخبار الرياضه. اتفضلي لاميا. شكرا لك شاذلي. مشاهدينا برحب بيكم واهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. النادي الاهلي تلقى مكافاه للحصول على بطوله دوري ابطال افريقيا من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، واللي توج بيها في شهر يوليو اللي فات بعد الفوز على الوداد المغربي في نهائي البطوله. وانتعشت خزينه الاهلي بمكافاه الفوز ببطوله افريقيا اللي سبق وحددها الكاف ب4 ملايين دولار، حيث دفعها الكاف لمسؤولي القلعه الحمراء على دفعتين. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي من أجل الترتيب لمعسكر الفريق والمقرر إقامته في النمسا استعدادا للموسم الجديد. الكولومبي إخوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك طلب من إدارة النادي توفير معسكر إعداد مغلق للفريق خلال الفترة اللي جاية من أجل الاستعداد للموسم القروي الجديد. فريق نادي بيراميدز بدأ أول تدريباته امبارح في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا، وده استعدادا للموسم الجديد. وبيستعد بيراميدز بمعسكر مغلق هيستمر لمدة أو من يوم 7 سبتمبر اللي جاي، وهيخوض خلاله 4 مباريات ودية. فريق الكرة الأول بالنادي المصري أدى ميرانو بمعسكره المغلق المقام حاليا في بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، وشهد الميران تقسيمة قوية بين اللاعبين وبمشاركة الصفقات الجديدة. الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فاز على نادي مودر السعودي بنتيجة 29 مقابل 24 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية والمؤهلة لكأس العالم للأندية السوبر جلوب. كريم هنداوي حارس فريق كرة اليد بنادي الزمالك حصل على أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودر السعودي اللي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 29-24 في نصف نهائي البطولة العربية. فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي خسر أمام الكويت الكويتي بنتيجة 29-27 في نصف نهائي البطولة العربية واللي بتستضيفها المملكة العربية السعودية. راندا تاج الدين لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي حققت الميدالية البرونزية للمجموع بوزن 86 كيلو جرام في منافسات اليوم الرابع للبطولة أو ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، واللي هتستمر منافساتها حتى 30 أغسطس الجاري. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا مع منا وشاذلي. شكرا لك يا لما.